مين راح يرميها؟ يلا تقدر ترميها انت لو نيك؟ انا راح ارميها. يلا روح حبايبنا، بدل ما راح نشوف مع بعض خاصيه القرد اللي موجود وراي، نطوره ليفل ماكس ونشوف شو وضعه، شو راح يعمل، شو خاصيته. اوكي ادخلوا على المقطع. هلو حبايبي، حبايبنا قبل كل شيء خلينا نشحن طبعا القرد. طبعا حبايبنا لازم تشحنون 150 جوهر عشان تحصلون عليه للقرد هذا يا حلوين. اوكي ثواني بس، 3076 5 1 ليتس جو. ويكتم الشحن اعتقد. جميل جدا، نعمل تزويد نحطه. اوكي نروح على حي. وش بي هذا؟ لا ما بدنا نلقبه. اوكي شباب خليني اشوف. طبعا شباب مهارة هذا القرد اللي اسمه بيستون، الاصلي اسمه الاصلي بيستون سبيستون. اوكي طبعا شباب هذا مثل ما شايفين فوق على اليمين، ثواني. مستوى الاول، زيادة مسافة رمي القنابل اليدوية والجدار الجلو والقنبلة فلاش وقنبلة الدخان بنسبة 10%. طبعا شباب هذا اللي في مستوى واحد، خلينا نطور نعمل ترقية المستوى نطوره على خير، نروح نجربه. ماشي خلينا نعمل شو نستعد الرقصات. تاع حسين تاعتي باللعبة. طبعا حبايبي معي حسين بالديسكورد، الو حسين راح يساعدنا بالتجربة القرد. شوف حسين، شوف القرد عم تشوف شو في عم يساوي. راح نقردنك انا والقرد هذا. هلا شايفين شوف كيف ينطوط. شوف هي رقصات، هاي شوف هي رقصات بيته عنده هيك بيده، شايف؟ هاي شايفه. اوكي يلا حبايبي خلينا ندخل، خلينا ندخل على اللعبة، نعمل روم عادية. اوكي كلاس سكواد ونجربه حبايبنا. كلاس سكواد خلينا نعمل له هيك خلينا نعمل 3 جولات. اوكي ليتس جو. تك تك نعمل الصغيره المحدوده. تك 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 كل شيء لوس. تك ليتس جو. تعال حسين. تك طيب نبلش ونجربه حبايبنا الكرام. بلشنا. اوكي ابو ليل انا من اليمين وانت الشمال. يلا روح روح معلم روح. طبعا حبايبنا الكرام نزلت مسابقة على الانستغرام لهذا المرافق، الكل يروح ويشوفوا حبايبي الكرام يشارك المسابقة عشان تربحون ال هذا. حسين اشتري قنبلة انت. تعال ويل. طبعا شباب الليفل الماكس بس هو يعني فقط اللي بيلغي ال 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 هي بس هي اللي بيلغي يعني الوقت ولا الطفل انتوا علي. اوكي anyway شباب، المهم انه نشوف ثواني. طبعا شباب شايفين انت حسين لما تمسك قنبله، لما تمسك قنبله انت شو اللون اللي عندك؟ اللون الخط هاد. ها احمر. طبعا شباب خليني نرمي القنبله. حسين تعال شوي، تعال هون عند الشجره، وقف جنبي عند الشجره. حاول ترميها لاخر على الحيط، هنيك على الحيط تقدر. ايه روح ارمي ترى شوف مين راح توصل اول واحد. ويلي شايف؟ تعال شوي شوف. تعال هون وقف جنبي. تعال وقف هون، حاول نرميها على السور هذا الاصفر، هذا تبع الباركينج، داخل الباركينج. مين راح يرميها؟ يلا تقدر ترميها انت لو هنيك؟ انا راح ارميها. يلا روح. شفت بيتي ضربت بالكاميون. اوكي ثواني بدنا خليني تعال احسب بس بدي اشوف راس الكريمنال. وقف شوي. ابلع 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 كريستيانو. يا وسي يا وسي يا وسي يا وسي. اوكي خلينا نشتري قنبله شباب. حسين خلينا ناخذ شيء مكان يعني ثانية خلينا نشتري. بما اننا عاملين روم شباب فهمتوا علي. تعال جيب قنبله. تمام جبت قنابل واحدة بس بدنا ناخذ نوقف شيء حيط ونحاول نرمي. ايوه تعال سوي حيط سور بالثلج، شو رايك؟ كيف؟ اشرح لي.
او خلاص في حيطان كثير يعني بهذا. هون هون مثلا تعال وقف على الحيط هذا ماشي ونشوف اكبر مسافه تروح للقنبله. يعني روح ارمي انت، ارمي اكبر عدد اكبر مسافه. هاي نشوف، هاي نشوف. اوكي هي حط 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 مسافته اكبر مسافه مثل ما انتم شايفين حتى. بس ليش هيك تغير لون التب؟ اوكي وشاب هو وصل لهون. اوكي راح اخذ مكانه واجرب. انا عليت للاخير قد ما اقدر. اوكي انا الاخير هيك يعني، خلينا نشوف. لا هيك ما راح تصير، هيك لازم تكون، هيك لازم تكون، هيك هيك هيك. خلينا نشوف. ايه بس وقفتها الثلجي، وقفتها الثلجي كانت رايحه لقدام. هيك طبعا هي القنبله. شوف يعني يا هلا شوف هون، شوف معلم. في فرق 4 امتار تقريبا. يعني انت يعني تبعتك انت وقفت هون، انت بعتي وقف هون بالظبط. بعرفك انا بعرفك. يا وسلي. اسمع اسمع حسين، اسمع اسمع، جيب قنبلة هالمرة بدنا نحاول. شو نقدر نعمل كمان؟ بدنا نجرب شغلة ثانية كمان للقنابل. يعني هذا هو شباب، يعني المرافق يعني بيرمي لمدة كتير طويلة شباب، وشفتوا الفرق يعني. حسين تعال شوي، جيب قنبلة وتعال. يلا. بدنا ناخذ شي نقطة ونرمي فيها القنبلة من مكان لمكان، فهمت علي؟ اوكي طبعا شباب هذا الليفل تبعي مش يعني مش يعني مش ماكس ماكس لسه، على ما يطور ليفل ماكس راح يكون اطول بكثير بكثير. حسين تقدر توصل من هون للحيط هذاك، للحيط للحيط هذاك البيت؟ ايه لامامي لامامي، البيت لامامي. وصلت؟ بعيدك ما وصلت. طب اذا عملنا قفزه مثلا هيك وقفزنا وصلت على الوقت بعيتي، شايفين حبايبنا؟ انا اعمل ايقاف زيك ونعيد. شو راح تضرب الحيط ولا لا؟ هلا انا كمان قفزت كمان نفس الشيء. لا ولا شي لوس شي لوس. اوكي شباب يعني هذا يعني هذا هو شباب، يعني باين 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 انه يعني بيوصل القنبلة طويلة. تمام يا حسين رجع مكان بعيد، راح تقدر تشوف، راح نشوف مين راح تصل. ثواني انا اشوف. تعال خذ ابلع ابلع. طب خلفني يا زلمه اللي شوي. تعال 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 حر 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 تعال 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 حرب القنابل. تعال تعال حرب القنابل يا شباب. تعال نشوف نشوف قنبلتي احسن ولا قنابلك. تعال شوف تعال 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 تعال. وعليه انت المسافة بعيدة بتصيبني 4 امتار او 4 امتار وشوي كمان. تعال معلم تعال تقريبا يعني يعني هو هلا ساعة مع انه تبعت الساعة مش ماكس بتأكيد يعني بتطول اكثر، فهمت علي؟ روح عماي وصلتني. بلعت انا بلعت بلعت بلعت. ابلع 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 ابلع. هاي يا زلمه العروبه بتبلع. ابلع 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 ابلع. متت متت. انا بديت ابلع. ما تقنبلته قنبلتك تطول اكثر قنبلتي. اوكي حبايبي الكرام ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع يا حلوين. اوكي حبايبي الكرام ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع يا احلى ناس، ونشوفكم ان شاء الله بمقطع جديد. حبايبي لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت شباب، نزلت لكم كثير فيديوهات حلوه. هذا المقطع شباب يعني شوي هيك هادي كثير. اوكي
حبايبنا باقي شوي نوصل 100,000 مشترك حبايبنا، لا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والشير على درجات يا احلى ناس، وتروحون على الانستغرام تعملوا تاجات شباب، لا تنسوا في مسابقه كمان على المرافق الجديد اوكي، وبشوفكم في فيديوهات جديده.